بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، هكذا انطلاقة شوطنا التاسع للقاية الابكار العام، ومن مسافة 4 كيلومترات ثامن ايامنا ضمن تحديات مهرجان سمو سيدي ولي العهد للهجن 2024، سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء، ما هي الا لحظات لنوافيكم مع العشر المراكز المتقدمه. انطلق واياكم الى نحو الصداره والى شعار بن طويرش يقد تم لنا الجنفة على المستوى المركز الاول، عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي يتقد أبو محمد على المستوى المركز الأول محمد بن عبد الله متابعا ومراقبا لهذا الشعار الكبير شعار بن طويرش، بينما المركز الثاني مرحبا بالقدوم مرحبا يا بن الهويمل يقدم تم لنا خصة محمد بن سلطان بن محمد بن هويم العامري يقدم لنا شعاره يقدم لنا خصة على المستوى المركز الثاني، بينما المركز الثالث العنود العنود بركات بن مبروك بن بركات العدينيوتية على المركز الثالث، بينما المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات والحضور من شعار بندر بن عيد بن نجم العطوية يقدم لنا ود على المستوى المركز الرابع، بينما المركز الخامس جابر بن مسعود بن علي المري يقدم لنا مبدعة على المستوى المركز الخامس، بينما المركز السادس القدوم من شعار بن غدير وصل راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي يقدم لنا مغثة على المركز السادس، بينما المركز السابع أرى القدوم مرحبا يا أبو سهيل مرحبا يا مالك بشاير سيف بن سهيل بن نخير الأحفاري ياتي على مستوى المركز السابع، بينما المركز الثاني بالمركز الثامن عفوا بندر بن ملفوف بن فالح الطشلي العامر يقدم تم لنا غنايم المركز التاسع علي بن ناصر بن جابر الغفران المري مع انطلاقة سيافة على المستوى المركز التاسع، المركز العاشر واختتم بالنداء شعار النيادي يتقدم رويدا 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 مع فهد احمد بن سعيد بن عامر النيادي، ولكن لنعود الى العنود يا بن مبروك العنود بركات بن مبروك بن بركات الاعدانية اطلق لنا العنود مع المركز الاول، ولكن بن هويمل يقدم
يقدم لنا شعار، يقدم لنا خصة على المركز الثاني، وشعار محمد بن سلطان بن محمد بن هوامل العامري، وصل مالك المبلش، مرحبا يا البريدي، حمد بن جار الله البريدي يقدم لنا كود يا ابو جار الله، جار الله بن حمد البريدي، من يتابع كود والقدوم من شعار في اللحظات، عبد الله بالمر بن سعيد الاختبي مع الذيب، ولكن النجوم مع شعار الدبيشي، وصل علي بن محمد بن مسر اليومي مع سيوف، ولكن العنود ابناي ميدان الطايف، ابناي هذا الميدان يا الاعداني، ولكن بن هوامل، ولكن بالمر يا مره يا حلوه يا حلوه، يا سلام يا سلام، الذيبة عبد الله بالمر بن سعيد الاكتبي، انطلق بالمر ويا حلاوة هذا الشاطئ، يا بالمر شعار مداهمة، النقطة الثانية مع الذيبة، والسلام إلى تحفة الميادين، إلى ميدان المرموم، إلى دانة الدنيا دبي، إلى أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وشعار بالمر منتزعا للنقطة الثانية، سلام يا عبد الله، يا بالمر يا بن سعيد يا الاكتبية، مع الذيبة تهانينا والنماس بين المركز الثاني. المركز الثاني لحظات، ونتعرف على المركز الثاني، شعار المركز الثاني ما بين درة بشعار جار الله جابر بن حمد بسالم الفيدة، وما بين شعار بركات مبروك ببركات العديني مع العنود لحظات، ونتعرف على المركز الثاني والثالث والرابع مع الإعادة، وفي الإعادة إفادة يا متابعين الكرام مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والنوماس لمالك الذيبة عبد الله بالمر بن سعيد الاكتبي، منتزعا وخاطفا لنوماس هذا الشوط، سلام يا بالمر سلام، وتوقيت الذيبة 6:23 16 جزء من الثاني، عنود حضرت على المركز الثاني، بركات من بركات العديني، 6:26 17 جزء من الثانية، خصة على المركز الثالث محمد بن سلطان بن محمد بن هويمل العامري، حضر على المركز الثالث مع خصة 6:26 48 جزء من الثانية، المركز الرابع درة حمد أو جابر بن حمد بن سالم الفيده المري، وخامسا سيوف علي بن محمد بن مسر الفطيح اليامي، تهانينا ونماسك يا أبو محمد على المركز الخامس مع سيوف. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والنماس لمالك الذيبة بشعار عبد الله المر بن سعيد الاكتبي، منتزعا وخاطفا لنوماس هذا الشوط، والنقطة الثانية مع الذيبة بعدما انتزع نقطة في هذا الصباح مع مداهمة بشعار بالمر، تهانينا والنماس لجميع الفائزين، ونقطة ثمينة يا بالمر في هذا المهرجان الكبير، المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، مهرجان سمو سيدي ولي العهد للهجن 2024 للميلاد، سيدي وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه يا رب العالمين. متابعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء، شوطنا القادم وعاشري أشواطنا في هذا الصباح الجميل للقعدان اللقاية، ومن مسافة 4 كيلومترات الزميل المعلق المبدع دائما وابدا الشبل عزاب بن مطلق العصيمي، واصفا ومعلقا على مجريات واحداث ووقائع شوطنا القادم.